وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية المقيم محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم بسروه ندعو له جميعا بالتوفيق والقبول ولي ولكم لحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء ف
فعلوا في الزمر وكل صغير وكبير مستطر. علم القرآن الرحمن علم القرآن بسم
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فيها فاتن بينا فاتن الدوان والحب ذو العصف والريحان وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وَدَعُوا
كل من عليها كل من عليها لقد خلقنا الإنسان في كبد
يفتح عليك. لا زي ما هي.
أصل لربك وانحر. أصل لربك وانحر. إن شانئك وأبتر. صدق الله العظيم الفاتح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا أيها الإخوة الإيمان والإسلام عشنا مع طب القلوب وشفاء الصدور عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل انا وهو القرآن الكريم تلاها علينا قارئ مريض مصر العربية وقارئ محافظة المنه فيها فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم القارئ والمقيم في سروه التابعة لمركز ومدينة منو وكان معكم وبتوفيق من عند الله على احدث مكبرات صوت عالمية ومدينة الانوار الكهربائية وقصور الضيافة المترقلة المشهود لها بجمهورية مصر العربية تطلب وكيلة بإدارة التوكل على الله إدارة الحج عز الدين ابن عيم وأولاده المحل الأول بتلوانة أيها السادة تكبر الله عز وجل وسعيكم مشكور جميعا ومن هنا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان إذاعة راديو عز الدين ابن عيم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.